السلام عليكم ورحمة الله. ذلك الخباز وهو يرتدي القميص لف جزء منه في آلة العجين، ولقوتها فابتدت تسحبه، ولم يستطع الفرار، وأكملت الضغط، وكانت في طريقها لأن تسحب جسده. ولو أكملت في طريقها ستقطع لحمه وتعصره داخل العجين، كما أن ملابسه بدأت فيه الاهتراء تحت قوة الماكينة ودورانها، ولم يستطع ذلك الرجل أن يحرر نفسه بسهولة، وأخذ جسده يقترب من الماكينة رويدا رويدا. ونظرا لقوة محرك تلك الماكينة فقد تقطع القميص ولم يحتمل قوة السحب. وبعد مدة من مقاومة ذلك الرجل للضغط الواقع عليهم من محرك الماكينة، حاول الصراخ ونداء من يعاونه أو يساعده، ولكن لم يكن أحدا بجانبه، وفجأة تقطع القميص ونجا بحياته.